منها لماذا اخترنا دراسة هذا الفن وهو علم التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال قائل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا لا ندرس الفقه أو الأصول أو الفرائض أو النحو أو غيره من العلوم؟ العلوم كثيرة، لماذا قدمنا دراسة التوحيد؟ أولا لأنه حق الله العبيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد، واستقرار الأمن، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به، والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان وسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار الأمن كما ذكرنا. بل نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا للطعام والشرب. وبعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واتباع من بعدهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم هذا الذي يقول لماذا يعني اخترنا دراسة التوحيد، نسأله نقول خلقك الله سبحانه وتعالى وأوجدك في هذه الدنيا، وأعلمك الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد. لابد يقول نعم، هذا الكلام الذي تقول حق وصدق. نقول هذا الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك وأعلمك أنه لا يقبل أي عمل إلا به ولا يدخل الجنة إلا موحد، تعرفه؟ لابد يقول نعم أعرفه، أنا موحد. نقول طيب اشرح لنا التوحيد الذي فرض الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا بيّن لنا التوحيد فالحمد لله، هذا دليل أنه موحد. وإن لم يبين لنا التوحيد ولا يعرف شيء عن التوحيد ولا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا شروط لا إله إلا الله ولا تعريف الإيمان ولا أركان الإيمان ولا غيره، نقول شهادتك أنك موحد شهادة زور. وكيف الله سبحانه وتعالى يوجب عليك شيء، بل هو من أوجب الواجبات وأول الواجبات، وأنت لا تعرف ولا تتعلم، فأنت مفرط في أوامر الله. الثاني أيضا نسأل هذا الذي يقول لماذا اخترنا دراسة التوحيد ولا ندرس غيره من الكتب والفنون، نسأل نقول حرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك؟ لابد يقول نعم. أعظم من تحريم الزنا والربا والفواحش؟ لابد يقول نعم. والله سبحانه وتعالى أعلمك أن صاحب الشرك الأكبر مخلد خلود أبدي في النار؟ لابد يقول نعم. نقول هذا الذي حرم الله سبحانه وتعالى عليك، وأعلمك أن الشرك، أن الإنسان إذا مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلد أبدي في النار، نسأل الله السلامة والعافية، تعرفه؟ لابد يقول نعم أعرفه وأنا لست بمشرك. نقول اشرح لنا الشرك، فإذا شرح الحمد لله، وإذا لم يشرح الشرك ولا يعرف الشرك نقول لعلك أنت واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه. وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى عليك شيء أشد من تحريم الزنا والربا والكبائر وأنت لا تعرف ولا تتعلم، فأنت مفرط في أمر الله. وعندما تقول أنك لست مشرك هذه شهادة زور. إذن يا أخواننا، أهم ما ينبغي على المؤمن والموحد أن يتعلم أولا التوحيد ويعلم للناس ويعمل به ثم يعلم. أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.